اظن دي اهم واشهر جمله. اشهر انت او جايه اشتغلي ايه؟ ايوه سواق سواق سواق. توفى عادل خيري وانت عندك سنتين، لكن عشتي مع بديع خيري برضو لحد 7 سنين. كلميني عن الاب عادل خيري. طبعا انا محظوظه ان انا بشوفه لغايه دلوقتي، يعني ما لحقتوش وانا صغيره، بس او طول العمر شايفاه وشايفاه وهو صغير وهو شاب، فدي حاجه جميله جدا. اتوفى كان عنده كام سنة؟ 32 صغير ونص. قوي. هو كان عنده في العيله يعني من جدي وكده سكر، وبعدين طبعا كان بيعمل مجهود رهيب. يعني هو ابتدى ان هو فتح مكتب محاماه مع ماما، بس ما قدرش ان هو يكمل لانه كان بيشتغل بالليل. وبعدين بيني وبينك يعني حضرتك، انه كان بيخش القاعه وهو محامي فالناس بتضحك، فاختار بقى ان هو خلاص يسيب المحاماه ويتجه للفن. يعني هي ايناس حقي تزوجت المحامي عادل خيري. بالظبط، هما اتعرفوا على بعض في كليه الحقوق، هما دفعه واحده، فاتعرفوا على بعض وهما في الكليه وحصل بقى الحب والجواز. وفجأة ذهب إلى المسرح. ده بالظبط. لأن عادل، لأن طبعا بديع خيري كان كاتب كبير. هي بصي، انا ناس كتير اصلها يعني بتفتكر ان الفن واسطه. بابي كان على خشبه المسرح جمهور، فما ينفعش واسطه في حاجه زي دي. يعني بالعكس، المسرح كمان اصعب لانه رد الفعل الجمهور بيبقى في ساعتها. فكان فنان حقيقي وكان بيحب قوي 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 بتحكي لكم المسرح. ايه عنه ايناس حقيقي، او حكيت لك ايه عنه؟ لان انت مع برضه ما عشتيش معاه. حقيقي كان دمه خفيف قوي، كان انسان بسيط بسيط جدا وخير جدا. كان يقول لها انا عايزه يبقى عندي 12 بنت. 12 بنت. فاحنا وصلنا لثلاثة يعني في 7 سنين ده وخلاص. يعني الجواز كله كان 7 سنين. ما لحقش يعني الجواز والفن في نفس الوقت. هم يعني دول فترة، يعني هو اشتغل بالفن 7 سنين واتجوز 7 سنين. بالظبط. بتحبي انهي مسرحية؟ سؤال صعب قوي. بحب طبعا إلا خمسة، يعني طبعا كل مرة بشوفها وبضحك مع طبعا. إني أنا حافظها. بحب 30 يوم في السجن قوي. لما بتشوفيه في التلفزيون بتحسي ان هو ده ابوكي اللي انتي فاكراه؟ جدا جدا. يعني الغريبة إنه أما بيبقى عندي أي مشكلة أفتح التلفزيون ألاقي مسرحية لي. معرفش يعني، بتحصل، بتصادف كتير قوي قوي.